قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، بزيارة لقيادة ومعسكر قوات الأمن الخاصة الجديد بمنطقة صليبية، حيث كان في استقبالهما وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاصة اللواء محمود الدوسري، ووكلاء وزارة الداخلية المساعدون، وعددا من القيادات الأمنية والميدانية بالقوات الخاصة. وقد بدأ معالي جولته في ميدان الإدارة العامة للقوات الأمن الخاصة، حيث شهد معالي العديد من العروض الميدانية، بدأت بدخول الدورات التأسيسية في ميدان العرض، وعدة عروض تتضمن التصدي لمحاولة الاعتداء على أحد الضيوف والتي قامت بها إدارة حماية الشخصيات الهامة، وعملية نقل المساجين نفذتها إدارة الأمن والسيطرة. ثم استعرض معالي الآليات التي ضمت تشكيلات من المدرعات التابعة لإدارة دروع الأمن وآليات مكافحة الشغب التابعة لإدارة مكافحة الشغب، والتي كشفت عن مدى تطور الآليات والأسلحة الحديثة التي تم تزويدها الوحدات بها. ثم انتقل معالي إلى المدينة القتالية، وهي مدينة افتراضية لتطبيق ميدان على أرض الواقع، وهي مكونة من عدة مباني متباينة التصاميم وذات طبيعة مختلفة. وتم عرض عملية مداهمة انتحاري قام بها إدارة الوحدات الخاصة وإدارة المتفجرات، وتم تنفيذها بمنتهى الحرفية والكفاءة التي جسدت قدرة أبناء الإدارة العامة للقوات الأمن الخاصة على القيام بالمهام الصعبة في مختلف الظروف. وفي ميدان المتفجرات تم عرض عملية للتخلص من مواد مشتبهة بها وكيفية التعامل رجال الأمن معها باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة الخاصة بالتخلص من المواد المتفجرة. كما تفقد معالي عرضا حيا في ميدان الموانئ قام به رجال الأمن حول كيفية اجتياز الموانئ والعواقب أثناء أدائهم للمهام المنوطة بهم بمستوى عال من القدرات البدنية، واطلع على أنواع التدريبات بالرماية الحية في الميادين المغلقة للرماية، شاهد خلالها الرماية الحية بأنواعها والتي شاركت بها الشرطة النسائية وإدارة حماية الشخصيات. كما أنا سعيد اليوم الصبح وأنا يعني أشوف هذا العزم والعطاء الجدية، كما لا يفوتني أني أهني خريجين الدورات الحديثة، ونشكر أخواننا في دول مجلس التعاون اللي شرفونا بمشاركتهم معانا هني، ونشكر أجهزتنا وضحات من الجيش والحرس الوطن اللي ساهموا مع أخوانهم في وزارة الداخلية للتدريب بالمواضرة. راح نشوف اللي تمتعنا فيه نشوف. في النطق السامي لسيدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مجلس الأمة في بيت الأمة، لما تكلم الله يحفظه وتطرق للأمن وسمعكم بالعين الساخرة، هذا الثناء وهذا الشكر وهذا الدعم من لدن حضرة صاحب السمو هذا راح يضاعف مسؤولياتكم ومسؤولياتنا. هذه أمانة سلمنا. على كثر ما نشجع وندعم ونكافئ، على كثر ما نجسي على من يسيء للمؤسسة الأمنية وما حدثت اللي حصل في طيارة الفريق، إلا المال الأمني جوزي من جيزو راح تسمعون فيها بكثر ما أكافئ أجسع المحتمل. في شغلة ما بيها تطوف في هذه المناسبة أم في مجلس الأمة في بيت الأمة وأنكم الجميع أشاد بالدور القوي الكبير اللي عملتوه بالأشهر الكثيرة اللي فاتت. أنا ما أتكلم بس عن تأمين
الحسين اياك ودور العباده. انا ما اتكلم بس عن كل جمعه من تشرين عنده مساجد بيت الله، انا اتكلم من قبلها. هذه كلها تعطيكم مزيد من الدعم من اهل الكويت، تعطيكم من قيادتكم السياسيه الدعم هذا راح ان شاء الله يضاعف عملنا. فتطرق عضونا الكريم سيد عدنان عبد الصمد عن تكلم عن خلية العبدلي الإرهابية. هذه القضية مروا لنا المحاكم، حاكمنا العادلة وقضاءنا العادل، لكن تطرق للأمن، شكك في الأمن، عذبوا وفيه تغاضي وفي نيابة عامة لها كل تقدير واحترام، وعرضوا أكثر من مرة، فلا هذا يأثر في أدائنا إن شاء الله، وإحنا خايفين ربنا قبل لا نحاتي عملنا. إحنا بالله ثم القانون، ولا يردنا إن شاء الله بعد ذلك شيء، لحنا خايفين من شيء ومزيد إن شاء الله من النجاحات. وبيض الله وجوهكم يا الداخلية، بيض الله وجوهكم.